والشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. الشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو تشفع بجاهك، تشفع بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر في قضاء حاجة أخيك، أو تشفع عند غيره ممن عندهم الحوائج للناس كالموظفين والمدراء والأغنياء، تشفع لإخوانك في تحصيل مطالبهم المباحة ومصالحهم النافعة، فهذه شفاعة حسنة لأنها من التعاون على البر والتقوى. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، قد قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، الشفاعة الحسنة فيها أجر لما فيها من النفع للمحتاجين. وأما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة في أمر محرم، كأن تشفع في إسقاط حد من حدود الله ممن وجب عليه ألا يقام عليه الحد، هذه شفاعة محرمة وملعون من قام بها، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولما أراد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع في امرأة وجب عليها حد السرقة وشق ذلك على قومها، فطلبوا من أسامة أن يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قطع يدها، فشفع أسامة وكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فغضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا. آواه يعني حماه من إقامة الحكم الشرعي عليه. فالشفاعة السيئة هي ما كانت في شيء محرم ولا تجوز، هذا عند المخلوقين. أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ثابتة في القرآن والسنة، وذلك بأن يكرم الله بعض عباده في أن يدعو لأخيه بما يخلصه من العقاب يوم القيامة، تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع. فهذه هي الشفاعة عند الله، أن يأذن الله جل وعلا لبعض أوليائه في أن يدعو الله في أن يسامح من استوجب العقوبة ويعفو عنه، وهذه ثابتة في القرآن، لكن بشرطين: الشرط الأول أن تطلب الشفاعة من الله، تطلب الشفاعة من الله بيأذن الله بها، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، لا يشفع عند أحد عنده إلا بإذنه، بخلاف المخلوقين فقد يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، بل ربما يكرهون ذلك. أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، لكن عنده ما يوجب عليه العذاب بكبيرة من كبائر الذنوب،
ارتكبها ولكنه من أهل الإيمان، فهذا هو موضوع الشفاعة لأهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك. وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: ولا يشفعون، يعني الملائكة، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعه. فإذا توفر الشرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، فالشفاعة حق. وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذا الشرط الثاني. هذه هي الشفاعة عند الله، تجوز بشرطين، تجوز بشرطين. فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا، وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل.